شكرا لكم زملائنا في دبي هذا الصباح. نحن هنا في هذا المكان وتقريبا عم الهدوء في أرجاء دار الأوبرا في دبي قلب الحدث. الكل توجه إلى قاعة التتويج بعد ما كانوا الطلاب وكانوا المتواجدين يتهافتون ونسمع أصواتهم متواجدين في كل مكان بالأناشيد الوطنية وكذلك العلمية في هذا المكان. الجميع الآن توجه إلى قاعة الحفل لمشاهدة ومتابعة طبعا فقرات تحدي القراءة العربي لهذا اليوم. الكل يريد أن يعرف من سيكونون الأبطال الجدد، ولكن نحن عدنا في هذا المكان لقاء أخير قبل ما نشهد هذا اليوم وهذه الأحداث الجميلة خلال الدقائق القادمة. نرحب بالسيدة نورة الشحي وهي حاصلة على المركز الأول في فئة المشرف المتميز على مستوى دولة الإمارات في النسخة 7 من تحدي القراءة العربي. يا هلا ومرحبا بك معنا أستاذة نورة، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. رب العالمين. عرفينا عن نفسك وعن يعني طبعا خبرتك في المجال التعليمي. طبعا وياك اختي نورة الشحي، مديرة نطاق في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. طبعا بالنسبة لي خبرتي يعني 18 سنة في الميدان، كنت سابقا معلمة وحاليا مدير نطاق أشرف على 20 مدرسة. بالنسبة طبعا لعملية الإشراف تتمثل في جميع ما يخص العمليات التعليمية والإدارية والتشغيلية في مدارسنا. نعم. لكن نحن اليوم نتوج بهذا المسمى، وكنا نحن اليوم حصلنا وحققنا، ليست فقط نورة، نحن نقول فرق عمل تعمل في المدارس وفي جميع المؤسسات التعليمية، وحصدنا هذا التميز ولله الحمد بجهود وممارسات وبرامج في المدارس الإماراتية. لنا الشرف في الحصول على هذا الوسام على صدورنا جميعا، وطبعا نتيجته هي الأهم وأثره على طلابنا من تنمية المهارات القرائية والكتابية لدى طلبة المدرسة الإماراتية. نعم. شو شعورك كان يوم قالوا لك أنك يعني الأولى على مستوى المشرف المتميز في دولة الإمارات؟ طبعا شعرت بالفخر والاعتزاز على حصولي لهذا المركز. تحقيقنا لهذا الإنجاز هو ليس تحقيق لنورة فقط، إنما مثل ما قلت لك لفرق عمل أشرف عليها. نعم. على مستوى إمارة الشارجة وكذلك مدارسنا في دبي، هناك يعني طلبة، هناك شراكات داعمة من أسر وأولياء أمور، كذلك شراكات مجتمعية ومحلية. شعورنا طبعا يؤهلنا على تحمل مسؤولية أكبر، يحملنا مسؤولية نشر هذا التميز لزملائنا المشرفين إن كان داخل الإمارات أو حتى خارجها. نعم. نورة، من خلال حديثي معك قبل الهوى استشفيت وكأن نيتك الطيبة يعني هي اللي أوصلتك إلى هذا النجاح المميز، وأنك تميزين بين العديد من المشرفات، واليوم عندك تحدي يعني هناك 3 فقط وصلوا إلى المرحلة النهائية. عندك إحساس أنك بتفوزين اليوم؟ بإذن الله تعالى، يعني لكل مجتهد نصيب، وإن كنت أنا أو غيري من زميلاتنا في الدول الأخرى فهذا تميز وشرف، ومثل ما نقول دائما نحن لكل مجتهد نصيب. نعم. وصلنا لهذه المرحلة هو أكبر فوز، ونفخر في نفسي أولا وفي فرق عملي وجميع الطلبة اللي نحن اليوم مكناهم من عملية القراءة والكتابة بعد تحدي يعني حقيقة خلال فترة كوفيد، فترة كورونا، فقد الكثير من الطلبة مهارات القراءة والكتابة، لكن نحن طبعا سعينا من خلال مبادرات وبرامج أن نحن نصقل هذه المهارات، وطبعا نردم هذا الفاقد التعليمي من مهارة القراءة والكتابة ونعزز هذه المهارة لديهم. نعم. أستاذة نورة، أنك تكون مشرف في المجال التربوي عمل مش سهل. نعم. خصوصا أنتم يعني يوم سألتك من أي إمارة قلتي لي من رأس الخيمة، يوم سألتك وين أي مدرسة قلتي لي أنا أشرف على 20 مدرسة، كل يوم أنت تتواجدين في مدرسة مختلفة عن الأخرى، ما عندك مكتب في مكان واحد، أنت كل المدارس هي مكاتبك، العمل مش سهل. نعم. هناك تحديات كثيرة هذا. نعم. هناك تحديات كثيرة تواجهنا نحن، إن كان البعد الجغرافي أولا، إن كان العدد وكثافة الطلبة في المدارس، إن كان طبعا هناك بيئات مختلفة
كوني أنا مرأة صخيمة والبيئات في الشارجة وكذلك في إمارة دبي تختلف كليا عن الثقافات والأمور هذه كلها، لكن هذا لا يمنع اليوم أن نحن يعني أن نمكن طلابنا من القراءة والكتابة، أن نحقق أهدافنا اللي يعني تبنى على أهداف واستراتيجيات ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم، برأيك هل كانت مهمة أن يكون هناك هذه الفئة من تحدي القراءة العربي، فئة المشرف المتميز؟ نعم أكيد مهم. اليوم لن نستطيع أن نحصد طلاب متميزين إذا لم يكن هناك دافع. نحن اليوم كمشرفين، إن كنت أنا وحتى زملائي على مستوى دولة الإمارات أو إن كان خارج الدول، نعمل جاهدين على طبعا صقل المهارات القرائية والكتابية لدى الطلبة، تبني الطلبة الموهوبين في هذه القراءة والكتابة، كذلك تبني الطلبة من أصحاب الهمم متمكنين في القراءة والكتابة الارتقاء بهم وتحفيزهم ودعمهم لأن يصلوا إلى مستويات عالية في هذه القراءة. إلى جانب أهم، اليوم القراءة تعزز طبعا مهارة الاتصال والتواصل بين الطلاب كذلك مع المجتمع المحلي. القراءة تنمي المهارة لديهم وتعزز القيمة الأخلاقية والوعي الثقافي لدى طلابنا. نعم، نحن عندنا فضول نبغي نعرف طريقة التفكير حياة نورة الشح، كيف هي وصولا إلى أن تكون متميزة كأشراف على المدارس في دولة الإمارات؟ كيف تقومين بعملك؟ ما هي يعني أكثر الأمور اللي يعني تكون بالنسبة لك محفزة في أيام عملك؟ طبعا أكيد نحن اليوم محتاجين نحفز أنفسنا من الداخل قبل أن يحفزنا الآخرين، هذا شعاري أنا. كذلك اليوم نحن عندنا من خلال عملنا في الميدان التربوي لدينا فرق عمل تعمل، نقوم بتشكيلها من قبل إدارات مدارس، من قبل الأكاديميين، من قبل كذلك طلاب في المدارس، عندنا رؤساء كذلك من أولياء الأمور، نعمل كشركات داعمة خارجية من خلال نحن اليوم العمل على المبادرات، العمل على البرامج، وضع إجراءات محددة تستهدف تحقيق مؤشرات، وعندنا مستهدفات نحن نبغي نوصل لها، نقيس هذه المؤشرات بشكل دوري إن كان على مستوى فصل دراسي أو إن كان كذلك على مستوى عام دراسي. طبعا نحن خلال هذه السنوات هناك تقدم في النتائج اللي حققناها على الصعيد الداخلي في المدارس والنطاق وعلى صعيد النطاقات الأخرى. هذا اللي يمكن نقدر نقول إن نحن اليوم يحمل إشرافنا إلى مستوى أعلى مقارنة بالإشرافات الثانية. إحنا ما نقول إن إحنا أفضل منهم، لكن هناك إجراءات تختلف، هناك مؤشرات أو نتائج ترتقي أن تصل اليوم بناء على معايير التقييم إلى المعيارية الأعلى مقارنة بالنتائج الثانية. فهناك خطط، هناك برامج، هناك خطط متابعة، هناك تقييم خارجي كذلك يمارس علينا نحن من حيث اليوم أن من الأفضل، من يستحق هذا التتويج أو معيار التفاضل. نعم، مثل ما نحن نقول. نحن نتمنى لك كل التوفيق، يعني بعد قليل بتكونين في الداخل وبنشوف إن شاء الله الفقرات التي من خلالها سيتم الإعلان عن بطل يعني هذه الفئة، فئة المشرف المتميز. نتمنى لك كل التوفيق، ونحن فخورين فيك يا نورة أنك وصلتي للمركز الأول على مستوى دولة الإمارات. شكرا لك على وجودك معنا اليوم. حياك الله.